الدنيا صعبه والزحمه على طول. دور النادي الاهلي اكيد اللي كان ليه دور معاك، ووائل عزت كان ليه دور بالاخص. اه طبعا. قول لي ايه بقى؟ كابتن وائل على طول يعني لو في اي حاجه انا بكلمه كابتن وائل على طول بيظبط لي الحاجه. لو في اي مشكله او اي حاجه هو على طول بيبقى في ظهرنا. بس هو يعني ايا كان اي حاجه احنا فعلا محتاجينها في اي وقت هو بيساعدنا على طول. وبس انا حتى كان في عندي البطوله يعني احسن بطوله أنا عملتها الفتره اللي فاتت كانت 2018، رحت عملت ارقام هناك كانت كويسه، كان رقم 100 حره، ده الرقم اللي انا كنت جبته في حتى ده رقم مصر يعني 48 91. بتسجل باسمك رقم مصر في 100 حره؟ في 100 حره ما شاء الله. وال 50 باك كنت جايب 25 01، بس حسنته في 2019 وانا في ال. ايه الصوره دي؟ طلع لك صورة عندنا. ما دي صورتي انا وكابتن وائل. انا بعد ما اول ما رجعت من البطوله من غانا قلت له انا لازم اجي اشوفك وكده، فقال لي تعالى ناخد اتصورتوا مع بعض. حاجه جميله جدا جدا، تحطيم الارقام القياسيه حاجه صعبه جدا. بتتمرن عشان تحطم ولا بتتمرن عشان تكسب؟ اتمرن عشان تحطم، لان التحطيم نفسه هيخليك تكسب. لا يعني انت النهارده وانت بتتمرن مثلا سي مثلا 100 حره 100 باك ايا كان الموضوع يعني او 50 باك، اكيد وانت بتتمرن بتكون عايز تفوز بميداليه، لكن بتكون في دماغك انت تحطم الرقم؟ بيكون عندك دايما هو هدف الرقم اكتر، عامل الرقم نفسه، لان انت ما تضمنش الناس اللي جنبك كلها هتعمل ايه. ان هي يعني مش زي الكوره مثلا او حاجه، هي احنا مجرد كل واحد هينزل يقوم احسن حاجه مصيرك. عنده حد يمسيرك في الكوره؟ مفيش حد يمسيري ولا اي حاجه. فهي بالظبط هي انا محتاج ان انا اعوم في حارتي، اعوم احسن حاجه عندي. فهي فكرتي ان انا بنافس رقم يعتبر قبل ما اكون بنافس اللي جنبي. طبعا فيها منافسه، فيها جزء، بس انا لو مش جاهز ما انا يعني اكيد اللي جنبي لو جاهز يعني هيفوز عليا. عايز اسالك سؤال بجد، طول عمري في السباحه دي حاجه بره المقرر زي ما بيقولوا، الاقي المدرب يقول هوب 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 وانت بتعوم بتسمع ده؟ يعني خفيف قوي الصراحه، يعني ما كلهم بيقولوا هوب. بص يعني مثلا 8 حارات 8 مدربين كلهم بيقولوا هوب، فانت بتركز مع مين؟ مفيش بقى، هي بتبقى حسب التشجيع يعني.